سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل من المطاف إلى الدرس 50 اتحاد العالمي والمعلوم، وهو الدرس الأخير من مباحث المجرد والمادي قبل الانتقال إلى الملف أو إلى القسم السادس في الثابت والمتغير. ينشر الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا رحمه الله في كتابي البرهان والإشارات، ينقل أن بعض الفلاسفة، يبدو الفلاسفة القدماء، كان يقول بأن العاقل إذا عقل شيئاً اتحد معه. تعقلك لشيء هو اتحاد مع ذلك الشيء المتعقل. ويذكر الشيخ الرئيس أن الفيلسوف فرفوريوس، وهو فرفوريوس الصوري نسبة إلى مدينة صور في لبنان، قد كتب، الذي ينسب إليه كليات إيزاغوجي، قد كتب رسالة في هذا المنبر في إثبات أن الإنسان أو أن العاقل إذا تعقل شيئا اتحد معه. الشيخ الرئيس ابن سينا شن حملة على هذه النظرية وانتقدها انتقادا واسعا، وتبعه على ذلك المشاؤون الذين رفضوا فكرة الاتحاد، بين العاقل والمعقول. إلا أن الفيلسوف الإسلامي صدر الدين الشيرازي يبدو أنه اختار نهج هؤلاء القدماء وانتقد نظرية المشائين والنظرية السينوية في هذا المجال، وقال لا، الصحيح أن العاقل إذا عقل شيئاً اتحد معه. من هنا ظهرت في تاريخ الفلسفة الإسلامية نظريتان كبيرتان جداً في تفسير ظاهرة التعقل في حقيقة الأمر. نظرية تقول، وهي المشهورة بين المشائين وعليها جمهرة الفلاسفة غير الحكمة المتعالية، بأن العلم أو التعقل أو المعقول، ما أشئت أعبر، بأن العلم كيف نفساني، كما كنا ندرسه سابقا، كيف نفساني يعرض على النفس شكل من أشكال وجودها، نحو من أنحاء وجود النفس. فهناك نفس وهناك شيء اسمه العلم، هذا يعرض على هذه النفس. في المقابل نظرية أخرى، وكان لها تأثير كبير في بعض المساحات الفلسفية والعرفانية، قال، وهي نظرية الحكمة المتعالية، قال لا، لا أنني أنا نفس إنسانية، وأنا لنفرض حجمي الوجودي بحجمي دائرة صغيرة مثلا، وإذا جاء العلم عرض علي، يعني مثل حائط ويعرض عليه اللون، بس بيجعل يعرض عليه لون ثاني أو لون ثالث، أو ربما تجتمع عليه ألوان كثيرة، علوم كثيرة، لكن الحائط حائط، لا يتغير نحو وجود الحائط بعروض العوارض عليه. كذلك الحال، يقول المشاؤون في العلم، لا تتغير النفس بعروض العلم عليها، تزداد علما، لكن هي كنفس الجوهر الذاتي يبقى كما هو. صدر المتابعين قال لا، العاقل بتعقله لشيء يتحد معه، إذا اتحد معه اتسعت دائرته الوجودية، لأن صار في اتحاد وجودي بين المعقول والعاقل، اتسعت دائرته الوجودية، يعني اتسعت دائرة النفس الوجودية. فأنت نفسك قبل 10 سنوات لا أنها هي نفسك الآن وزادت العوارض والكيفيات النفسانية عليها، لا، هي نفس أخرى. ما معنى أخرى؟ بمعنى هي أوسع وجودا من تلك النفس السابقة. فكلما ازداد الإنسان علما حصل على ما يصطلحون عليه بالسعة الوجودية، ظرف الوجود له، فكأنه يتسع من حيث الوجود. وهذا المصطلح لابد قرأتم كثيرا استخدامه في تعابيرهم، يصبح له سعة وجودية. سعة وجودية، نعم.
إذا فهناك نظريتان أساسيتان في تفسير العلم من حيث علاقة العالم به. نظرية المشائين أو النظرية الشائعة عند فلسفة الإسلام وتقول بأن العلم كيف نفساني يعرو على النفس، ولعل هذا ما يذهب إليه غير الفلاسفة أيضا من المتكلمين، وربما مثلا سائر من اشتغل في هذا الموضوع. أما نظرية الحكمة المتعالية وبعض الفلاسفة القدامى فكانوا يقولون بأن العلم اتحاد العالم بالمعلوم، فإذا اتحد العالم بالمعلوم صار عندنا ما يسمى اتحاد العقل والعقل والمعقول، أو اتحاد العلم والعالم والمعلوم، تسعت الدائرة الوجودية للعالم وهو يصبح شيئا واحدا، لا أنه شيء يعرض على شيء. المصنف حفظه الله تعالى يتعرض لهذه المسألة في أربع نقاط أساسية. النقطة الأولى تحرير محل النزاع. النقطة الثانية، وهي من توابع النقطة الأولى إذا أردنا التأمل فيها، وتعني وتشتغل على معنى الاتحاد. ما معنى اتحاد العقل والعاقل والمعقول؟ ما معنى ذلك؟ إذا النقطة الأولى تحرير محل النزاع. النقطة الثانية معنى الاتحاد في دعوة اتحاد العقل والعقل والمعقول، أو العلم والعالم والمعلوم. النقطة الثالثة رصد وتحليل لنظرية صدر المتألهين الشيرازي. النقطة الرابعة الرأي المختار، التحقيق في المسألة. فإذا نحن أمام أربع نقاط يعرضهما المصنف لكي يستوعب هذا الموضوع بشكل مختصر: تحرير محل النزاع، بيان وجوب الاتحاد بين الأشياء، ورأي صدر المتألهين، والتحقيق في المسألة. أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى من هذه الخارطة، أي في تحرير محل النزاع، نحن قلنا سابقا بأن العلم تارة حضوري وأخرى حصولي. هل خلينا نجي للعلم الحضوري. العلم الحضوري، هل هناك اتحاد فيه بين العلم والعالم والمعلوم؟ الجواب لا، يوجد وحدة. لأنه اتحاد يفترض إثنينية ما وحصول اندماج، فكأن هناك اثنينية بلحاظ من اللحظات. أما في الوحدة فهو بالأصل شيء واحد، لا يوجد فيه اثنينيات في هذا المجال. لا يوجد فيه اثنينيات في هذا المجال. إذا أخذنا العلم الحضوري بالحسبان سيكون عندنا وحدة بين العلم والعالم والمعلوم، لأن العالم هو النفس والمعلوم هو النفس، وعلمك ليس شيئا غير نفسك، هو نفسك. فإذا بين العلم والعالم والمعلوم يوجد وحدة في العلم الحضوري، وهذا جيد. ويقول وهذا مما لا يحتمل أن المشائين يخالفون فيه، يعني هذا كأنه خارج محل النزاع. فالعلم الحضوري ليس موردا لتنازع المشائين والصدرائيين في مسألة اتحاد العلم والعالم والمعلوم. طبعاً ليش؟ لأنه في العلم الحضوري يوجد وحدة بين العلم والعالم والمعلوم، وهذا واضح. إنما النزاع إذن أين؟ النزاع إذن في العلم الحصول. ظاهر كلمات ابن سينا أن النزاع في التعقل، والتعقل باصطلاحهم إدراك الكليات، لأنهم ذكروا أن مراتب الإدراك ثلاث كما مر معنا: مرتبة الإحساس، وهي المرتبة التي يكون فيها اتصال حسي مباشر بالأشياء الخارجية، ومرتبة الخيال، وهي المرتبة التي تكون فيها الصور الذهنية منحفظة في الذهن بعد قطع الاتصال مع العالم الخارجي عبر إغماض العين مثلا، ومرتبة التعقل، وكذلك مرتبة الوهم، ومرتبة التعقل هي مرتبة إدراك الكليات، يعني مرتبة النفس الناطقة في مقابل النفس الحيوانية التي عندها خيال وعندها وهم وعندها حس، يعني مرتبة النفس الناطقة.
ظاهر كلام ابن سينا أن محل التنازع هو التعقل، يعني إذا أدرك العاقل قضية كلية هل هذا الإدراك هذا العلم كيف النفساني يعرض على العاقل، أم يصبح هناك اتحاد بين العاقل وهذا هذه الصورة الذهنية كما يقول صدر المتأدهين. إذا أخذنا بظاهر كلام ابن سينا يمكن بين هذا الأخذ بظاهر كلام ابن سينا، أما إذا نظرنا إلى كلام صدر المتألهين فإننا نجده يعمم التنازع إلى التعقل والإحساس والتخيل وما شابه ذلك. من هنا حيث إنهم يستخدمون التعقل في الفلسفة أحيانا بمعنى العلم الحضوري. إذن بضم كلام ابن سينا وكلام صدر المتألهين نستطيع أن نقول إن البحث يمكن أن نجعله مستوعبا لكل العلوم، سواء العلم الحضوري لشمول عنوان التعقل له في كلماتهم، أو العلم الحصولي لأنه صريح عندهم. ونقول لا فرق في العلم الحصولي كما قال صدر المتألهين بين مرتبة التعقل إدراك الكلي التي يتميز بها الإنسان عن حيوانات، أو مرتبة الإحساس، أو مرتبة الخيال، أو مرتبة الوهم، أو ما شابه ذلك. فالنزاع يشمل كل ألوان الإدراك، كل ألوان العلم، أي علم يحصل عليه الإنسان سواء كان حضوريا أم كان حصوليا، وسواء كان هذا العلم الحصولي إدراكا حسيا أم كان إدراكا خياليا أم كان إدراكا وهميا أم كان إدراكا وهميا أتينا بها هكذا أم كان إدراكا بالكليات أي تعقلا. نسأل هذا العلم بكل امتداداته ومعانيه عندما يحصل للعاقل هل يعرض عليه كما يعرض اللون على الحائط، أم إنه لا يعرض عليه بل يتحد معه فيصبح علمنا ومعلومنا واحد وهو نحن كما يقول صدر المتألهين. إذا يعرض عليك الكيفيات النفسانية صرنا مشائين، ذهبنا إلى نظرية ابن سينا. إذا يتحد معه صرنا صدرائيين، مذهب صدر المتألهين. وطبعا قلنا أن مذهب صدر المتألهين كان له أنصار قبل ابن سينا أيضا في الفلسفة القديمة اليونانية. إذا محل التنازع ما هو؟ محل التنازع يمكن أن نخرج العلم الحضوري عن محل التنازع، لكن نحن نقول أدخل العلم الحضوري لكي نفسر كل ظواهر العلم أيضا في هذا البحث، نفسر كل ظواهر العلم في هذا البحث، وإلا فالمشاؤون والإشراقيون والصدرائيون لا يختلفون في أن العلم الحضوري قد متأقل الوحدة أكثر من الاتحاد، لأن العالم والمعلوم فيه واحد، لكن نحن في إطار البحث ندرج جميع هذه الأنواع من العلوم حتى نرى ما هو حكمها. هذه النقطة الأولى في البحث، تحديد محل النزاع ودائرة موضوع البحث. النقطة الثانية، لما نقول في هذه النظرية اللي هي من النظريات العريقة والكبيرة في الفلسفة الصدرائية والفلسفة الإسلامية، لما نقول اتحاد العلم والمعلوم أو اتحاد العقل والعاقل والمعقول، ما معنى اتحاد؟ شوي هذه كلمة اتحاد فيها مشكلة، ما معنى اتحاد؟ الاتحاد يمكن أن نتصور له عدة حالات، إما اتحاد ماهيتين، وإما اتحاد وجودين، وإما اتحاد ماهية ووجود. فيك تعبر اتحاد ماهية بالوجود أو اتحاد الوجود بالماهية، ثلاث حالات. إما نحن الآن سندرس صور الاتحاد، صور الاتحاد مولانا، خلينا نسوي الخارطة حتى تتضح لدينا الجميع. صور الاتحاد نشتغل فيها على خطين، صور الاتحاد بلحاظ الوجود والماهية، وصور الاتحاد بلحاظ تقسيم آخر. نأتي إلى التقسيم الأول، صور الاتحاد بلحاظ الوجود والماهية. الاتحاد بلحاظ الوجود والماهية يمكن تصوره على ثلاثة أشكال: اتحاد الوجودين ببعضهما، اتحاد ماهيتين ببعضهما، اتحاد وجود وماهية، أو ماهية وجود، ما شئت فعبر. ثلاث حالات عندنا. هلا بدنا نشوف لما بيجي صدر المتألهين الشيرازي أو بيجي فرفوريوس الصوري كما نسب إليه بقول العاقل إذا عقل شيئا اتحد معه، ماذا يحصل من الاتحاد؟ اتحاد ماهيتي، يعني ماهية الإنسان مع ماهية المعقول
أم اتحاد وجودي مع وجوده؟ أم اتحاد ماهيتي مع وجوده؟ أم اتحاد وجودي مع ماهيتي؟ شو يعني اتحاد معه؟ شوي العبارة خلينا نفكر، شو يعني اتحاد معه؟ قبل كل شيء لابد أن ندرك أننا عندما نقول اتحاد العقل والعاقل والمعقول لا نقصد من المعقول هنا أو من المعلوم الوجود الخارجي، نقصد المعلوم بالذات، لأن الفلاسفة يقسمون المعلوم إلى قسمين كما درسنا في بحث نظرية المعرفة، إلى معلوم بالذات وإلى معلوم بالعرض. أنا إذا علمت أن زيداً إنسان، في عندي هون معلومين، في عندي المعلوم بالذات. ما هو المعلوم بالذات؟ صورة ذهنية، هذه معلومة بذاتها، يعني ذاتها معلوم. معلوم بالعرض زيد من في الخارج، فإنني علمت أنه إنسان بتوسط هذه الصورة الذهنية. لولا هذه الصورة الذهنية ما حصل لي العلم. فنعبر عن الموجود الخارجي الذي تعلق به العلم بالمعلوم بالعرض، ونعبر عن نفس الصورة الذهنية المختزنة في الذهن بالمعلوم بالذات. الذي يدعي اتحاد العالم والمعلوم لا يدعي اتحاد العالم والواقع الخارجي. يعني إذا علم أنا بالباب لم يقل صدر المتألهين أنني أدعي اتحاد العالم بالباب بحيث صار العالم والباب شيئا واحدا، هذا لا يتفوق بأحد. إنما نقصد باتحاد العالم والمعلوم أي اتحاد النفس العاقلة العاقل مع النفس معقوله الأولي، يعني المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض، يعني مع صورته الذهنية التي عنده اتحد معه. فهذه الصور الذهنية ليست، لست أنا شيء والصور الذهنية هذه مثل أنا كوب وهذه الصور الذهنية تملأ هذا الكوب، لا، أنا وإياها واحد. عندما تأتي أصبح أنا وإياها واحد، لا أنا شيء وهذه الصور الذهنية شيء آخر بعد مجيئها، لأن نحن واحد. يعني الصور الذهنية الموجودة عندي الآن ليس أنا شيء وهذه الصور شو تتراكم فوقي، ها، أو كأن عقلي هو عبارة عن شيء ما، صندوق نضع فيه هذه الصورة الذهنية. لا، بمجرد أن تأتي الصورة الذهنية تصبح جزء مني. لذلك كلما زادت كلما زدت، هذا عبارة عنه بسعة الوجودية التسع. كأنما أنت تضع شيئا في كيس، ها، فيصبح الكيس متسع، هو صار الكيس كله متسع مثلا. فإذا عندما نقول، يجب أن ننتبه لهذه القضية حتى لا يحصل خلط من أول الطريق، عندما نقول اتحاد العاقل والمعقول أو اتحاد العالم والمعلوم، لا نقصد بالمعلوم أو بالمعقول المعقول الخارجي يعني الذي بالعرض، إنما نقصد المعلوم بالذات. هذه نقطة. طيب نسأل، اتحاد لما بيقول صدر المتألهين اتحاد العاقل والمعقول، أي المعقول بالذات، هذا لما بيتحدوا ما الذي يتحد؟ ماهية هذا وماهية هذا تتحد؟ الماهية هنا والماهية هنا تتحد؟ أم الوجودان يتحدان؟ أم الماهية والوجود؟ فتلة احتمالات. نجي الاحتمال الأول، أن نقول بأن ماهيتي، شو ماهيتي؟ يعني الإنسان الناطق. والماهية الآتية مع الصورة الذهنية، نفرض أنني رأيت بقرا، ما هي الماهية؟ البقرية مثلا، الحيوان البقري مثلا. طيب عاد هون، هل تتحد ماهية الحيوان الناطق مع الحيوان البقر أو حيوان الصاهر؟ الماهية تتحد أو لا؟ مستحيل، لأن الماهيات متباينة. الماهيات ما في بينها، ومخصوص هنا في بينها التباين. فكيف يمكن أن أكون أنا مباين لذاك الشيء، لماهيته لا لوجودها، مباين لتلك الماهية ثم أتحد معها؟ يلزم انقلاب الماهية إلى ماهية أخرى وهو محال، هو محال. يعني يلزم خروجي عن ماهية الإنسان، هذا لا يقول به أحد. يعني إذا تعقلت شيئا أخرج عن ماهية الإنسان؟ لا. فيلزم كلما تعقلت شيء جديد أخرج إلى ماهية جديدة، وكلما تعقلت إلى شيء ثالث أخرج إلى ماهية رابعة، وهذا لا يمكن أن تفوه به أحد. إذن ليس المراد بالاتحاد بين العاقل والمعقول الاتحاد الماهوي أبدا. لا، قد تقول لي شيخنا ليش هيك شوي انت عم
عم تحسوا انه في مشكله بالاتحاد المهوي؟ لا ما في مشكله، مثلا بناء على النظام الجنسي والفصل الارسطوي يوجد اتحاد، لان الحيوان هو جنس وتحته انواع، اذا فهو متحد مع هذه الانواع، هذا الجنس ما هي وهذه الانواع ماهيات ايضا فاتحد معها. يقول المصنف هذا طبعا بناء على نظام الجنس والفصل، لان المصنف عنده اشكال في كل هذا سيستم الجنس والفصل الموجود في المنطقه الارسطي. يقول بناء على هذا لا يمكن تعقله في المقام. ليش؟ لان الحيوان الذي هو جنس اعلى وتحته توجد انواع، العلاقه بينه العلاقه الاستيعابيه العلاقه الاعم بينه وبين الانواع علاقه دائميه ليست علاقه انيه. يعني هذا منذ ان يوجد النوع تكون علاقته مع الحيوانيه، اما الان هنا في بحث الادراك ليست علاقه دائميه، لانك انت لست دائما على علاقه بهذا المعلوم، تعلمه الان ربما غدا تنساه، او ربما لا تكون تعلمه ثم تعلمه، ليست العلاقه دائميه. فالعلاقات بين الاجناس وما تحتها من انواع علاقات دائميه بين الماهيات، اما العلاقات الماهويه بين العاقل والمعقول في مثل بحثنا ليست علاقات دائميه، هذا اولا. ثانيا وهو الاهم، لو كان المراد الاتحاد الماهوي في بحث اتحاد العاقل والمعقول لكان معناته أن الإنسان أحيانا لا يدرك شيئا وكأنه هو جنس له، حتى نقول في اتحاد جنس نوع، يدرك شيئا مباينا له بتمام أشكال المباينة، يعني مباينة تامة، يبينه مباينة تامة. فإذا أدرك الإنسان شيئا يباينه مباينة تامة على الإطلاق، كيف يمكن حينئذ أن تكون العلاقة بينهما أعم وأخص مثل جنسه والأنواع التي تحته؟ إذن يجب أن نستبعد من الحساب، كما استبعد ذلك الصدرائيون الذين ادعوا الاتحاد، يجب أن نستبعد من الحساب فرضية أن الاتحاد في لحظة التعقل هو اتحاد ماهوي بين ماهية العاقل وماهية المعقول، هذا لازم نستبعده، هذا ليس اتحادا ماهويا، يلزم انقلاب الماهية إلى ماهية أخرى. طيب، الاحتمال الثاني أن تكون ماهيتي تتحد مع وجود المعلوم بالذات، أو وجودي يتحد مع ماهية المعلوم بالذات، وهذا أيضا مستحيل. الوجود في 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 مكان والماهية في مكان، أصلا لا يتعقل اتحاد الماهية بالوجود، شو يعني اتحاد الماهية بوجود؟ المفروض متغيرين، الآن اتحدوا، ماهية اتحدت بوجود، ما معنى ماهية اتحدت بوجود؟ سب وجود من عالم والماهية من عالم، فما معنى أن الماهية اتحدت بالوجود؟ يعني أنا إذا أدركت مثلا الشجر، أدركت الشجر، هل يكون معنى ذلك اتحاد وجودي بالماهية الشجرية؟ لا نفهمه. أو اتحاد ماهيتي بالوجود الشجري؟ هذا لا شيء لم نفهمه. لا معنى أساسا، يعني هذا المصنف يرسل رسالة مسلمات، يقول لا معنى أساسا لأن اتحد وجودي بتلك الماهية، بتلك الحقيقة. ما هو احنا موعدنا الآن، احنا كل فرد هو عبارة عن ماهية وجود؟ يعني الآن كل إنسان، إنسان شخص الإنسان عبارة عن ماهية ووجود بناء على أصالتهما معا، يعني لا بالتالي وشو الإنسان؟ قلنا بأصالة الوجود الماهية أمر اعتباري، وبالتالي له ماهية متحدة مع ماهيته أم لا؟ لا 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 ما في معنى، شوفوا مرة تقول بأصالة الماهية ومرة تقول بأصالة الوجود، إذا قلت بأصالة الماهية ليس هناك في الخارج إلا ماهية، ماهيتين بده يتحدوا مع بعض. إذا قلت أصالة الوجود لابد في الخارج موجود وجودات فقط، فالوجودات تتحد مع بعضها، أما يتحد وجود مع ماهية وماهية يتحد وجود مع ماهية مغايرة له، تتحد ماهية مغايرة له مع وجود، هذا يعني هو هذا يعني هل هو اللي جابهم اللي أخذ هذا الاحتمال أنه ماهية مو من سنخ الوجود الآخر؟ نعم، هذا في مكان وهذا في مكان آخر، هذا في وادي وهذا ما يكون نقطة اشتراك بين ماهية هذا ووجود هذا. بناء عليه هذا الاحتمال الثاني ألغيناه، يبقى الاحتمال الثالث وهو المراد أن يتحد وجودي كعاقل مع وجود المعقول بالذات، وجودان بيصيروا وجود واحد،
وهذا معناه أنني أنا بنفسي أصبح وسيعاً، يعني أبقى أنا واحد لكن أصبح وسيعاً نتيجة هذا الاتحاد. مثل الواحد يأكل يكون في مغايرة بينه وبين الأكل، لما يأكل يصبح الأكل جزءاً منه فيتسع وجوده مثلاً. هذا نفس الشيء أحسن يصبح سمينا. ونفس الشيء الصور الذهنية هذه، المدركات بالمعلومة بالذات هذه، عندما تأتي إلى الجهاز الإدراكي، عندما تأتي إلى هذه المعدة الذهنية يصبح وجود الإنسان متسعا، وجود العاقل متسعا، كما يتسع في حال الأكل الكثير بالسنة. هذا المراد من الاتحاد بلحاظ التقسيم الأول له. إذا لا نريد اتحاد ماهية العاقل والمعقول، لا نريد اتحاد وجود أحدهما بماهية الآخر أو ماهية أحدهما بوجود الآخر، وإنما نريد اتحاد وجودين مع بعضهم البعض بعد أن كانا وجودين هما الآن متحدان. صار واضح هذا بلحاظ تقسيمها. بلحاظ التقسيم الثاني للاتحاد أيضا نريد أن نعرف أي من هذه التقسيمات، من هذه الأقسام يريدون بالاتحاد. يوجد تقسيم ثاني للاتحاد، وهو تقسيم الاتحاد إلى 6 أقسام. فعنا مجموعة من أشكال الاتحاد نذكرها ثم ننظر ما نحن فيه من أي شكل من أشكال الاتحاد هذه. أول الاتحاد بين الجوهر والعرض. قل عرض، اتحاد العرض بالجوهر. العرض متحد بشكل من أشكال الجوهر لأنه لا يقوم إلا به، فهذا يسمونه شكل من أشكال الاتحاد، يعني ملتحم به. إذا لغيت هذا الجوهر تلاشى هذا العرض. بل إن الذين يقولون بأن الأعراض في الحقيقة هي أنحاء لوجود الجوهر، يعني يجعلونها أعراض تحليلية هي أنحاء أشكال لوجود الجوهر، هؤلاء عندهم الاتحاد أوضح، لأن ليس العرض سوى شكل من أشكال ظهور الجوهر لا أكثر ولا أقل. تجليات. طيب إذن النوع الأول من الاتحاد، اتحاد العرض بالجوهر بمعنى التصاقه به والتحامه به ولا يمكنه أن يستقل عنه، فإن انتفى الجوهر تلاشى العرض. هذا نوع من أنواع الاتحاد. شوف شيخنا، هذا النوع من أنواع الاتحاد، اتحاد الجوهر والعرض، المفروض أن ابن سينا يقبل بالاتحاد العاقل والمعقول بهذا المعنى. ليش؟ لاحظ معي، لأن ابن سينا يقول بأنه كيف نفساني. صحيح. هل يقول العلم كيف نفساني؟ لأن عرض ويعرض على ماذا؟ على النفس العاقلة وهي جوهر. فإذا العلاقة بين العلم وبين الإنسان هي علاقة جوهر العرض. فإذا قلت له في اتحاد بإلا ابن سينا، إذا اتحاد بالمعنى طبعا أنا أؤمن به، ما عندي مشكلة فيه. إذا ليس تنازعهم عن الاتحاد بنحو اتحاد الجوهر والعرض، وإلا الكل متفقين كقدر متيقن، إذا بدنا بدناش نقبل من نظرية صدر المتألهين، كقدر متيقن في اتحاد مع اتحاد الجوهر والعرض. طيب هذا النوع الأول من الاتحاد. النوع الثاني من الاتحاد، نسير مع المصنف، اتحاد الصورة بالمادة الثانية. قلنا المادة، في المادة الأولى التي لا فعلية لها إطلاقا، وفي المادة بعد أن صار لها فعلية تتغير وتتحول أيضا تكون مادة بصورة لاحقة. النوع الثاني من الاتحاد، اتحاد الصورة بالمادة. احنا شو قلنا سابقا؟ قلنا الصورة النوعية هذه لا يمكن أن تتحقق بدون وجود مادة. صحيح. فإذا التحمت بالمادة ظهر لها وجود. الوجود ظهر بعد أن تلتحم بها لتظهر إلى المرتبة الفعلية. فإذا بين الصورة والمادة يوجد أيضا شكل من أشكال الاتحاد، لأنهما إذا تذكرون يلتحمان معا فيشكلان الجوهر الجسماني، يشكلان الصورة الجديدة للجوهر الجسماني، الظهور الجديد للجوهر الجسماني. ولك أن تقول بأن النفس والبدن في البداية كانوا هكذا، اتحدا لكن بالنهاية تفارق النفس. هذا النوع من الاتحاد، هذا النوع الثاني من الاتحاد، أي اتحاد المادة الثانية، ليس مقصود المادة الأولى التي لا فعلية لها إطلاقا، المادة الثانية والصورة، أو اتحاد الصورة بالمادة. النوع الثالث من الاتحاد، نعود الأنواع ونشوف شو النوع الثالث، اتحاد مجموعة من الصور، اتحاد مجموعة من المواد في ظل صورة واحدة. مثلا
أنت تقول تأتي إلى شيء تقول هذا المخلوق فيه الصورة النباتية فيه المكونات النباتية وفيه مكونات الحيوانية، فالمادة مادة النباتية والمادة مادة الحيوانية تلتقي في صورة هذا الحيوان، فالمواد متعددة في صورة واحدة. مثل علاقة الصورة بالمادة، هل مرة علاقة صورة بمجموعة مواد تلتقي بها ويتكون منهما شيء؟ هذا أيضا شيء من أشكال الاتحاد. هذا شيء الثالث، شكل الرابع أشكال الاتحاد، اتحاد الهيولة الأولى بالصورة التي تعطيها الفعلية بعد أن كانت فاقدة لكل فعلية. وهذا قلنا سابقا واضح، شكل الاتحاد فيه واضح، فإن الهيولة الأولى المفروض أنها لا شيء، إذا صح التعبير، لا شيء، بالصورة التي تأتي عليها يظهر شيء، فكأن هناك اتحادا بينهم، لأن هذه في عرض هذه، لأن هذه بدون التحام هذه الثانية لا تظهر، ظهور الهيولة يكون بالصورة، هذا أيضا شكل أشكال الاتحاد. إذن فعلنا اتحاد بين الجوهر والعرض، أن اتحاد بين الصورة والمادة، أن اتحاد بين الصورة ومجموعة مواد أحيانا، أن اتحاد بين الهيولة الأولى والصورة التي تعطيها الفعلية. ما أرجع للثاني أستاذ. لا شوف، هناك قلنا اتحاد الصورة بالمادة، هنا نقول اتحاد الهيولة الأولى بالصورة التي أعطتها الفعلية، يعني حتى لو فكتنا بينهما. يعني بالعكس، لكن في الهيولة الأولى. هذا النوع الرابع. نسير مع المصنف النوع الخامس، اتحاد العلة بالمعلول بناء على نظرية التشكيك الخاصي الذي درسناه في العام الماضي، فإن العلة تتحد بمعلولها، والمعلول ليس سوى محض الفقر والتعلق والربط بالعلة، وجود الرابط كما درسنا، هذا أيضا شكل من أشكال الاتحاد، فإن العلة المفيدة للحقيقية المفيدة للوجود، هذه العلة متحدة بمعلولها لأن معلولها محض الربط والتعلق بها، في بين العلة والمعلول اتحادنا، هذا أيضا شكل من أشكال الاتحاد، هذا شكل من أشكال وحدة الوجود كما مر معنا. قلنا وحدة الوجود على التشكيل الخاص هذا المعنى، هذا أيضا شكل من أشكال الاتحاد، هذا يسمونه اتحاد الحقيقة والرقيقة، اتحاد الحقيقة، وكأن المعلول هو طبقة من طبقات ذات تلك العلة الحقيقية. هذا النوع الخامس من نوع الاتحاد، طبعا على المبانيها ممكن أنت تكون النوع الخامس ما تقبل فيه أصلا بوجوده، لكن كمفهوم نتكلم لنا مفهوم الاتحاد. النوع الأخير، اتحاد معلولين لعلة واحدة. ممكن واحد يقول هذا المعلول ألف وهذا المعلول باء والعلة لهما جيم وهذان المعلولان، حيث إن العلة المفيدة للوجود لهما متحدة معهما، إذن هما متحدان مع بعضهما، أو النتيجة هيك، يعني إذا قلت ألف جيم متحدة مع باء والجيم متحدة مع ألف، وإذا الباء متحدة مع ألف، نفترض منطق التساوي، ها برهان التساوي هذا، فإذا نفس الشيء نقول إذا صحت فكرة اتحاد العلة مع المعلول، نقول اتحاد العلة جيم مع المعلول باء، ثم اتحاد العلة جيم نفسها مع المعلول ألف يساوق اتحاد المعلولين مع بعضهما البعض. إذن كم نوع صار عندنا الاتحاد؟ ست أنواع صار عندنا الاتحاد، اتحاد الجوهر والعرض، اتحاد الصورة بالمادة الثانية، اتحاد الصورة بمجموعة من المواد الثانية، اتحاد الهيولة الأولى أو المادة الأولى بالصورة التي تعطيها الفعلية، اتحاد العلة الحقيقية المفيدة للوجود بمعلولها بناء على نظرية التشكيك الخاصي، اتحاد معلولين لعلة واحدة مع بعضهما البعض لرجوعهما إلى الاتحاد بعلتهما بناء على التشكيك الخاص. ست أنواع من ست أشكال من أنواع الاتحاد. عندما قلنا في التقسيم الأول نريد بالاتحاد الاتحاد الوجودي مقابل الاتحاد الماهوي أو الوجودي الماهوي، طيب هون أي من هذه الاتحادات، أي من هذه الاتحادات هو الذي تريدونه؟ قال نريد اتحاد وجود العالم، اتحاد وجود العالم بوجود المعلوم بالذات. هذا أول نقطة لازم ناخذها، أن نريد اتحاد وجود العالم بوجود المعلوم بالذات، أي الصورة الذهنية، لا الاتحاد بالواقع الخارجي. هذا نقطة لازم ناخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية، الاتحاد الذي من النوع الأول، أي اتحاد بنوع الجوهر والعرض، لا نتنازع فيه، فإن هذا يقبله ابن سينا،
ابن سينا لا يعارض الاتحاد جوهر العرض، لأنه يقول بالكيف النفساني، والكيف النفساني عرض، والعرض يعرض على الجوهر، والجوهر هو النفس العاقلة، فإذا بينهما اتحاد وجوهر المعارض. هذا أيضا لا نتناقش. أستاذ عفوا، هو نفس حديث ابن سينا عن هذا الموضوع، ما يرجع إلى نفس المعنى أنه اتحاد الكيف النفساني بالجوهر. نعم. هذا ما يحتاج لتفسير، هل هو بمعنى أنه اتحاد الصورة الذهنية بنفس العالم؟ لا، بمعنى أن هذا الكيف النفساني لا يوجد له وجود بدون العاقل. هو هذا نفسه. لا يعني لا هذا غيره شيخنا. لا هو يعني بالنتيجة، بالنتيجة خلنا نختلف بالنتيجة في هذا المعنى. شوفوا، اتحاد صدر المتألهين أشد من اتحاد ابن سينا. اتحاد ابن سينا مثل شيء لا يمكن أن يحظى بالوجود بدون شيء آخر، فإذا جاء هذا التحم معه ولم يستطع مفارقته. صح. بحيث بلحظة واحدة للمفارقة زال. زال، نعم. هذا شيء من أشكال الوحدة. نعم. مرة لا، مرة يأتي هذا الشيء، يتحد معه، يتغلغل فيه، فيصبح وإياه أمرا واحدا. حتى لا تصح أن تقول عرض وجوهر. لا تصح أن تقول شيء يعرض شيئا. لا يصح أن تقول إن ألف اللي هو المعلوم بالذات محتاج إلى باء، بعد خلص كلمة محتاج إلى باء أحد، لأن ألف باء واحد، بل هناك ألف باء اثنين. هي الأمر أن ألف هذا لا يمكن أن ينفك عن باء، وإذا انفك باء عنه زال من الوجود. يعني كيف؟ نحن في عندما سنعرض غدا إن شاء الله نظرية صدر المتنين سوف يتبين أن صدر المتنين يميل إلى الاتحاد أشد وأعمق بكثير من مجرد اتحاد الجوهر العرض. يعني الآن اللون يتحد بالحائط ولا يتحد بالحائط؟ صحيح. لكن هذا لا يصير اللون جزءا من بنية الحائط، لا يدخل في الحائط نفسه، فإذا قلت الحائط لا يدخل اللون فيه. بينما عند نظرية صدر المتنين اللون يتغلغل في الحائط، يصبح جزءا من الحائط، فإن قلت الحائط كان اللون فيه جزء منه. بعد لا يوجد لون أصلا، يوجد حائط كبير. بعد أن كان حائط صغير دخل عليه اللون صار حائط كبير. الفرق بينهما الاتحاد هناك اتحاد وجودي. اتحاد وجودي حقيقي بصورة الاثنين واحدا. أما في الجوهر العرض لا، اتحاد من نوع أخاف. نحن استخدمنا هذه التعبير، قلنا ليست كل هذه الاتحادات مثل بعضها من حيث الحقيقة الخارجية، لكن يعبرون عنها بالاتحاد. هذه تصنيع يسمون اتحاد جوهر العرب، يسمون اتحاد المادة والصورة، يسمون اتحاد الهيولة والصورة، يسمون اتحاد مثلا العلة بالمعلول، اتحاد معلولين ببعضهما. لكن نحن ماذا نريد بالاتحاد هنا؟ قال لا نريد بالاتحاد مثل جوهر العرب وأمثال هذا، نريد ما هو أعمق بصيغتهما أمرا واحدا. نعم، هو اللي أريد أقول، يعني تقول حتى يمكن عذرا، يعني يمكن حتى اتحاد المعلوم بالذات مع العالم أيضا يمكن ما يلبي طموح صدر المتألهين. يعني هو يعني هو يريد أن يقول ما دام نفى نمط الجوهر العرب، نشبه التشبيه اتحاد العالم بالمعلوم يشبه اتحاد المادة بالصورة. كيف تفصل المادة عن الصورة؟ المادة التي هي القابلية والصورة التي هي الفعلية، كيف تفصلهم بالجوهر الجسماني؟ لا. هذا التلاحم، عندما تأخذ هذا الجسم المادة القابلية والصورة التمظهر الفعلي له، ما في تفصيل مع بعضهم البعض، كأنك ترى في الخارج أمرا واحدا. النظرية صدر المتألهين أميل إلى هذا النوع من الاتحاد، من الاتحاد بين الجوهر والعرض، أميل إلى أن تقول يصبحان أمرا واحدا، لأنه يوجد شيء ويعمل على شيء آخر ويحتاج إليه ولا يستقل عنه، وأمثال هذه الكلمات. إذن وبناء عليه فالمراد إذن من الاتحاد، أما على المستوى الأول فاتحاد وجودي في مقابل الاتحادات المهوية أو الوجودية المهوية، وعلى المستوى الثاني اتحاد وجودي بين الذات العالمي والمعلوم بالذات بما هو أقرب إلى اتحاد المادة والصورة من اتحاد الجوهر والعرض وأمثال ذلك، بحيث لا يقال بالإثنينية حينئذ بأي شكل من الأشكال، بل يصبحان أمرا واحدا. هذا كمفهوم. أما ما هي نظرية صدر المتألهين؟ وكيف توصل إليها صدر المتألهين؟ ولماذا افترض أن الإنسان كلما زاد علما كلما اتسع ظرفيته الوجودية؟ وهذا طبعا له كما قلت يعني يعتبر جذر من جذور الاتجاه العرفاني. ليش؟ لأنهم يرون أنه كلما ازددت في العلوم الكليات هذه، كلما ازددت في تلك العلوم الراقية هذه، كلما صار عندك سعة وجودية، والسعة الوجودية هذه إذا صارت كبيرة جدا كان لك هيمنة على ما هو ضعيف وجودا. هذه تترتب عليها سلسلة من النتائج في
أمكنة أخرى في هذا الإطار. فكرة الساعة الوجودية فكرة مهمة لها امتداداتها في أماكن مختلفة. إذا حتى الآن انتهينا من نقطتين بعد المقدمة. النقطة الأولى تحرير محل النزاع، النقطة الثانية توضيح معنى الاتحاد في عنوان المسألة ومدعى المسألة، إن من جهة الوجودية والمهوية وإن من جهة التقسيم الثلاثي للاتحادات. نظرية صدر المتألهين وتحقيق الحق في المسألة بناء على رأي المصنف يأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.